اجن شرف ذم قرن يثندين تنظر بأنه ذا حد شارك ذي أول مرة ذي بطولة العالم ذي الإمارات أبو ظبي بأنه أول صحن ذي المنطقة ناريف كمر أتحغى الإمارات تيرا بطولة العالم ذي المويتاي كلاس أ يعني جن الشرف ضم قران سوطس إذن دين تنادى والريف ككل توجه شكرا جزيلا شكرا سوطس الأستاذين عزيز خياتي عماد الخياتي مارو ذي إسحيم الدكرينو ذي صالة الأصدقائينو ذيني ذا أستاذ الرئيس العصبة نعرف أستاذ رمضان أستاذ عثمان عبد اللهوي المشجع الطاسن سكين تكاخ سواتاس ذا أستاذ مراد ميموني ذا الأصدقائينو يحضان مارا ذا الأصدقاء كذي دي حضان أمزويت واحد عوض الفضل للعائلينو بدت بدن كذي سواتاس وعاود تشكاريخ الاستاذينو احمد خرطه الماستر العقاري والتعمير بديت بدا كيدي سوطس اي وفوخ اي الناس مش تسلم انه الماستر يقصح باش توفق جا الماستر جاي رياضه وانت دائما مسكين يتبدا كيدي وتشكاخ سوطس وتشكاخ الاساتذينو سمار ويدي الصغار ندير الماستر العقاري والتعمير والزملاء اينو الفوج الثامن والزملاء مار الفوج السادس السابع مرة تشكاخ سوطس بكير بدا تشجعني بدات اي ظن شن حاجه تسكن يدرو ما يصلى وفقك وتشكاري كني وسواطاس وتشكاري ماريني ديو سين دانيتا باش انا سود تعام تشكاري كني وتوعد كني بانه واخا يقيم يجن وزوادي يارينك اذكسر بركي باش تصفح خثان ديال تناضه بانه اول ساحن جات تو الميداليه ان شاء الله هاتي داوي ان شاء خسقت الغرنكا وان شاء الله تشرف غريا المغرب طريا تمازيغت وتشرف غمارة ديري مرة تمني غمارة التوفيق وتمني التوفيق المنتخب الوطني يلا قلنا الانطلاقة نهار غا تركيا دي الدوري الدولي يتقام نهار ديني تمني غاسم التوفيق للنجاح هذا غد عقب نسي الميدالية ان شاء الله وشكرا نهارا توجدين هذه المحطة النظر المحطة تاقدينت حنجا نودع البطلة رميسة بوعرولو يغي يشرشن دي بطولة العالم للمويتاي للإمارات فأكيد مارس سنم رميسة بوعرولو زي حنجيارين النظر يشرفن تندينت النظر يشرفن المنتخب الوطني فتكيجن مجهود ذو قران ونسيتي ماس التوفيق نسيتي ماس النجاح وكذلك المشاركة النس هو تمثيل لتحنجيرين العصبة نهار الريف سميزي نسم لأنه تقررين في حرام لغانا غذي المغربي تشارجن ذي محزوة روانيثين ويجن الشرف أتي تحنجات يغي مثلن الريف ونسيتي ماس كل التوفيق إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كم عبد الله وعثمان رئيس لجنة الاحتراف ابن ابن رئيس العصبة ناريج نعظم قران نوزد نسبق يعني نسقبض رميسة بعرورو أتحتيرا بطولة العالم للإمارات يجن هذا مقرا النهار على حق تمثل إقليم النظور يكمر أتمثل المغرب بأجمعه تمثل الريف تحنجات الريف تاني تميقان مرأة الريفية يعني من يمت الريف في مزيغ النغضية الرياضة دي كوشي تو انتي درعز نشكري تطس نتمنى دقتو يجن ميدالية ذهبية الفضل يعود له للمدرب النس المدربين النس وانت توشا الأبطال مار يروحن يعني وشي نيج النتيجه يعني دي بطوله المغرب بطوله العالم يروح نقبر نتشكر ثاني مره وانت توشا الاخت نسعود بعرورو ورنت توشا يج النتيجه الصباح يعني دي الملاكمه ونتمنى قد وعدنا غتاوي يج ميداليه ان شاء الله ذهبيه نتمنى مره ويروح زين زين النظر هذا غدي ياوي يج ميداليه ذهبيه نهار ما مشيت واريغ تندين النظر اخمي دي اجنورا وراري نروميسا يعني نتمنى ياس بوركي تحتشارك تجيجن البطولة العالم تحتشارف تندين تنريف تشارف النضا تشارف حتى المنتخب المغربي وممش تواريغ روميسا نهارا فاح زي الشباب غازيوسين الصحافة يا غازيوسين معرض الإعلام وآتي أحسيجن ثقة ذي النفس وتمنى غاس التوفيق روميسا النغ إن شاء الله غنختص الميدالية الذهبية إن شاء الله وكنشم كامل جميع المجلس البلدي نمشي من نهارا نوسد كبدايه وها نوزو اديري اجن الجهدي مغار الابطال
إنا يستحقن أثن الدعم دينا ذن غدي تشن فسنسن أسندوش فسن إن شاء الله يا رب العالمين وشكرا استوشن شكا السي عمر العزوزين تشكاري غطاس يوجد يمثل البلدية يمثل مجلس البلدية كمل زي سن محمد رشيد يا سيدي تيزيتي سليمان الزكواغ مار الأعضاء عند تشكاري ذن السي عمر أول واحد يديو سين داني تغال بطلة المكتبة ذني زي الرئاسة اللي يعدون ونزربو شان يجن يوسدي حضاك شان البطل اللي يحضر يشان يجن نشكر اخويا عمر الله يكثر من امثالك وتيلم ديال الابطال تيلم ديال الرياضه اخويا عمر نتمنى لكم التوفيق مره نتمنى لكم التوفيق مره الابطال نتاع والنضا اخا كني ودوراد كني وقت شجاع مثل نشي ما كان غاو انا نغومي نزمره ان شاء الله يا رب العالمين اكي شعيمات خياطي مدرب البطله روما يسابو عرورو نهار يجي نها دوم قران نوس دان فاح كوتش مات نغ روما يسا اي تحت تمثل ديال المنتخب دي دولة الإمارات إن شاء الله دي بطولة العالم دي المواي تاي وإن شاء الله هذا نختوي شن الميدالية السنية هذا نخت صفاح أزاي نخت فع بندير المغرب ديني وهذا نختوي شن الميدالية عود دني تتيغ العصبة كأول فتاة تقعد السنة تتي تمثل دي بطولة العالم دي المواي تاي دي دولة الإمارات وإن شاء الله هذا نختوي الكاس السنية زي السنية زي الإمارات إن شاء الله هذا نخت صفاح وتمني التوفيق لجميع مكونات المنتخب الوطني ان شاء الله وتشكاري خشك اخويا حمزه دي زياره كاين خت بكيت ماني ما يجيش نفح حتى كني وكاين تشكاري كني وطاس وتشكاري سي رمضان هراندو رئيس العصبه د رئيس لجنه الاحتراف عثمان عبد الله وي د مراد ميموني الفنان نغ د عمر عبد الدين عراري كاين غير حضور انت تشكاري كني ومارا السلام عليكم اولا تشكاري غنادور سيتي غنغديو سيندا ربدا نتثر بدقت كيذنخ مما نقاش نحاس بدقت كيذنخ قفوس شكرا تشكاري تطاس ونتشكاري الاساتذه مرة ايديو سينداني تنتشكاري مش تسنم روما يساقة تحتيرا اول تحت زي النهضة تحت مثل النهضة تيرا بطولة العالم ان شاء الله دي ابو ظبي تمنى يا التوفيق ان شاء الله فحق سطاس بكي يجن شرف ضم قراني ثنتين تنهضة باش توض يجن تحرانت زي اول تحت زي ثنتين تنهضة يجن شرف ضم قران تمنى يا التوفيق ان شاء الله مني غسي توفيقي الاختين والبطلة روما يسابو عرورو ان شاء الله هذا تشرف ثندي تنهضة وتشرف ان شاء الله المغرب المنتخب المغربي ان شاء الله دي الوزن 54 اقل من 54 كيلوغرام لرياضه المواي تاي وتمني غاس التوفيق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ضغط تعقب الميداليه الذهبيه ان شاء الله كاول طحنه ناظوريه غيفغن اول مره ان شاء الله هذا تشرف ان شاء الله وتمني غاس التوفيق ان شاء الله